زي ما احنا عارفين يا دكاترة ان الربس عندنا هنا عددها 12، يعني احنا عندنا 12 رب. طيب الربس كمان عندنا متقسمة عندنا في، يعني في عندنا تقسيمتين للربس. التقسيمة الأولى احنا بنقسم الربس اللي ترو ربس اند فولس ربس. الترو ربس عندنا هم الأبر 7 ربس. ليه سميناهم ترو ربس؟ لأنهم كونكتد بالسترنم باي كوستال كارتليج. يعني زي ما انتوا شايفين كده، بص كده، انا عندي الابر 7 ريبس، نبص لحد هنا الابر 7 ريبس، هنلاقي ان هما كونكتد دايركتلي تو ذا سترنم باي كوستال كارتليج. اهو كوستال كارتليج، يعني هي متوصله دايركتلي بالسترنم باي كوستال كارتليج زي ما احنا شايفين. لكن عندنا اللور ريبس من راب رقم 8 للراب رقم 12 بسميها فولس ريبس. ليه فولس ريبس؟ عندنا مثلا من الرب رقم 8 للرب رقم 10 هنلاقي ان هو كونكتد بكوستال كارتلج برضو، بس تو ذا ريب اباف. يعني ده الكارتلج زي ما احنا شايفين كده تو ذا ريب اباف، بصوا هنا ده كونكتد بالكوستال كارتلج تو ذا ريب اباف، هنا برضو كونكتد بالكوستال كارتلج تو ذا ريب اباف، هنا كونكتد بالكوستال كارتلج تو ذا ريب اباف، وفي الاخر ده كونكتد بالسترن. فسميتهم فولس ريبس. طبعا زي ما احنا عارفين ان the last two reps اللي هو الرب رقم 11 و12 هي floating reps، يعني مش connected خالص لا بcostal cartilage ولا بأي حاجة، بسميها floating reps. يبقى دي التقسيمة الأولى ان احنا مقسمينها للtrue and false reps according to their attachment to the sternum. منهم بيعملوا direct attachment to the sternum by costal cartilage، ومنهم من رب رقم 8 اللي هم طبعا دول اول 7 reps، وبعد كده عندنا من رب رقم 8 لرب رقم 10 connected by costal cartilage to the rib above اهو، وعندنا ال last two reps اللي بسميهم floating reps. دول بص هنا floating reps لانهم not connected ب costal cartilage خالص، يعني اوكي هتلاقيهم ان هما reps طايره كده في الهواء. التقسيمة التانية عندنا للربس هي according to morphological classification. يعني ايه؟ يعني هنقسمها برضو ل typical reps and atypical reps. طيب ال typical reps عندنا هي من رب رقم 3 للرب رقم 9، اما ال atypical reps هو رب رقم 1 و2 و10 و11 و12. طيب هنبدأ الأول نتعرف بال typical reps زي ما احنا متعودين، ونعرف ال atypical ليه سميناهم اتيبيكال وايه الاختلاف اللي ما بينهم. هنبدا اول حاجه بالتيبيكال رابس. اول حاجه زي ما احنا شايفين كده، هنا ده قدامنا ده راب ليه انتيريور اند، تمام، وليه بوستيريور اند. البوستيريور اند بتاعته اللي هي بنسميها هنا عندنا هنا ده الهيد. البوستيريور اند هنا ده الهيد اللي هو ارتكيوليت اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو ارتكيوليت مع الديمي فاسات اللي موجوده على الثوراسيك فيرتبرا. طب لو بصينا كده انا عندي بوستيريور، انا كده هبدا بوستيريور وهنتهي انتيرير. هبدا بوستيريور، اول حاجه عندنا هنا بصوا كده عندنا هات، تمام، وبعد كده عندنا كده الجزء ده كده نيك، بعدين عندنا هقلبها بس كده عشان نشوف، عندي هنا هيد وعندي هنا ده الجزء ده كده ده النك. بعد كده شايفين كده انا عندي الجزء ده تيوبيكل، الجزء ده كده شايفينه على بعضه، انا هعلمه لكم، انا كده علمته. عندنا هنا ده كده على بعضه ده تيوبيكل، هو بيتكون من جزئين، جزء ميديال وجزء لاترال، هنعرفهم بعد شويه دول بتوع ايه. بعد كده باقي الرابس بسميها الشافت اوف ذا راب، ده كده الشافت. اوكي انا بس هعدلها، انا كنت قلبها عشان اوريكم التيوبركل. يبقى دلوقتي اتفقنا ان احنا عندنا هيد، عندنا نيك، بعد كده عندنا الجزء اللي انا لونته ده تيوبركل، وبعد كده بنكمل بالباقي اللي هو ايه الشافت. زي ما احنا ملاحظين كده ان الراب عندنا زي ما انتم شايفين كده هو مش يعني مش شكله هوريزونتال، مش ويكون شكله مستوي. الراب دايما فيه انجل كده، فيه زاويه زي ما احنا شايفين، هو اصلا شايفين في جزء هنا هو مرتفع وبعد كده جزء نازل وكده طالع، اذا هي فيها زي يعني في زي في انجل. اوكي طيب هنبدا اول حاجه عندنا بالهد. تعال بص كده عن قرب الهد،
لو بصينا هنا كده على الهيد انا علمت لكم، هنلاقي ان احنا عندنا تو ديمي فاسيتس. بصوا اهو عندي الفاسات زي ما احنا قلنا، الفاسات ما هو الا جروف او ديبريشن، اوكي، بيكون شالو ديبريشن زي ما انتم شايفين كده. عندي اتنين ديمي فاسيتس، واحد سوبيرير واحد انفيرير، وما بين التو ديمي فاسيتس عندنا شايفين في حته بارزه كده بسميها كريست. يبقى في عندي تو ديمي فاسيتس وما بينهم في جزء بارز اهو اللي انا مش ملوناه، ده اسمه كريست. طيب ليه عندنا سوبيرير وانفيرير ديمي فاسيت؟ احنا جبنا سيرتهم فين؟ جبنا سيرتهم على الفرتبرا. ليه؟ لان بنلاقي ان السوبيرير ديمي فاسيت ارتكيوليت وذ فيرتبرا اباف، في حين عندنا الانفيرير ديمي فاسيت هنا ارتكيوليت وذ كورسبوندينج فيرتبرا. يعني الانفيرير ارتكيوليت مع الفرتبرا اللي هي نفس الرقم بتاعه، في حين ان السوبيرير ديمي فاسيت ارتكيوليت وذ فيرتبرا أبوف، يعني مع الفرتبرا اللي فوقيه. طبعا نفس الكلام ده احنا قلناه لما اتكلمنا عن الثوراسيك فرتبرا. طيب both of them articulate وبيعمل لي جوينت اسمه كوستو فيرتبرال جوينت. مهم قوي، يعني لو علمت لك على اي واحده فيهم واقول لك ستراكشر مثلا ذا نيم اوف ذا جوينت مثلا هتقول كوستو فيرتبرال جوينت، اقول لك التايب اوف ذا جوينت هتقول لي بلين ساينوفيال جوينت. تمام، ما بين التو فاساتس عندي هنا في عندنا الكراست، والكراست هنا الهدف منه ايه؟ هو كونكتد بالانترا ارتكولار ليجمنت. نيجي هنا التيوبركل، انا عملت عليه زوم ان، بصوا كده انا معلماه باللون الازرق ده. لو احنا لاحظنا هلاقي ان انا عندي في جزء ميديال وجزء لاترال، يعني الجزء الراوندد ده هيكون ميديال، اما الجزء اللي هو شكله شويه مش منتظم ده هيكون اللاترال. الجزء الميديال ده ميديال ارتكيوليتنج بارت، تمام، وزي ما انتم شايفين كده ما هو الا شوف شكله راوندد ازاي، ده فاسات اوفل، بصوا كده اهو فاسات اهو، تمام. طيب لو احنا خدنا بالنا ان طبعا ده الفاسات ده ارتكيوليت مع مين؟ هيعمل ارتكيوليشن مع الفاسات اللي موجوده على الترانسفيرس بروسس للفيرتبرال الثوراسيك فيرتبرا، تمام. طيب وبيعمل لي جوينت اسمه ايه؟ اسمه كوستو ترانسفيرس جوينت، ونوعه هيكون ساينوفيال بلين جوينت، تمام. اما الجزء اللاترال اللي عندنا ده نون ارتكيوليتنج بورت، يعني معناها مش عامل ارتكيوليشن. امال ده ايه؟ ده بيعمل اتاتشمنت ليجمنت اسمه لاترال كوستو ترانسفيرس ليجمنت. احنا كده خلصنا التيوبركل وهنكمل في الشافت اوف ذا ريب. زي ما احنا شايفين كده ان الشافت، بصوا كده الشافت شكله يعني فلات شويه، تمام. هو هنلاقي ان الشافت هنا ليه اوتر سيرفيس، ده كده ده الاوتر سيرفيس، وزي ما احنا شايفين شكله كونفكس، وليه انر سيرفيس اهو، وزي ما احنا شايفين ان هو كونكيف. وهنلاقي برضو ان الشافت بيكون لي superior او upper border او superior border ولي inferior border. يبقى الشافت مختلف لان هو بيكون شكله flat، فالflat لي الاوتر surface وده convex وinner surface وده concave، دي superior border ولي inferior border، تمام. لو انا بصيت كده، انا كده هنا مثلا انا هنا على الinner surface انا قلت ان هو كونكيف، نبص كده انت شايفين كده في جروف اهو، واضح الجروف ده؟ واضح يا دكاتره الجروف ده كده؟ انا هعلمه لكم اكتر كده. انا علمته باللون الازرق اهو، تمام. الجروف ده مهم جدا، ده اسمه كوستال جروف. يبقى الجروف اللي انا معلماه بالازرق ده اسمه اهو كده اهو، اسمه كوستال جروف. ليه كوستال جروف؟ لانه هنا في عندنا vessels وعندنا nerves بتمشي في المكان ده، بسميها intercostal vessels and nerves. intercostal vessels and nerves. طيب بتمشي بترتيب ايه؟ بترتيب van. van يعني ايه؟ يعني اكتر حاجة superior، يعني شايفين الجروف ده اكتر حاجة superior فيه هيكون ال vein، بعد كده ال artery، بعد كده ال nerve. يعني الموست سوبيريور هيكون الفين، والموست انفيريور فيه هيكون النيرف، وعندنا الارتري بيكون ماشي ان بتوين،
طبعا ده لسه هناخده في السكشن اللي بعده ان شاء الله، بس احنا لازم عارفين ان ده الكوستال جروف والريليتد. لو انا قلت لك ريليتد ستراكشرز هيبقى انتر كوستال فيسلز اند نيرفز. وبكده نكون انتهينا من التيبيكال رابس. طيب نبدا بعد كده دلوقتي نتكلم على الاتيبيكال رابس. نيجي هنا للفيرست راب. طبعا زي ما احنا قلنا ان الفيرست راب هو اتيبيكال راب، هو للاسف انا ما عنديش منه راب اللي بره لوحده كده زي ما وريتكم الباقيين، فانا بس هنبص عليه هنا على السكيليتون. نبص كده، لو انا بصينا هنلاقي، ايه رايكم في الفيرست راب؟ هو راب، طبعا هو اصغر راب موجود. الفيرست راب ليه اعتبرناه اتيبيكال راب؟ لو احنا بصينا، انا في الرابس اللي قبل كده قلت ان انا عندي في الشافت عندي سوبيريور وانفيريور بوردر، لكن تعالوا نبص هنا في الفيرست راب. الفيرست راب بيبقى ليه انر بوردر اند اوتر بوردر، نوعا ما بيكون هوريزونتال شويه عن الرابس الثانيه، فاذا بيبقى ليه انر بوردر اند وليه اوتر بوردر. زي ما احنا شايفين كده ان الانر بوردر بيكون عليها تيوبركل، شايفين تيوبركل اللي انا معلم عليه ده اهو. البوردر ده بنسميه سكالين تيوبركل. ليه سكالين تيوبركل؟ لان في مصل هنا بتعمل اتاتشمنت اسمها سكالينس انتيرير مصل، يبقى هنا في مصل اتاتشت اسمها سكالينس انتيرير مصل. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، الهيد اوف فيرست راب بيكون فيها برضو سنجل فاسيت. عندنا السكند راب، لو احنا لاحظنا ان السكند راب، بص كده يا دكاتره، هي هيبقى ليها زي ما شايفين كده، ليها هيد، ليها نيك، وليها تيوبريكل. طب ايه اللي بيميز السكند راب ونعرفها ازاي؟ هنلاقي ان السكند راب زي ما احنا شايفين كده ان التو اندز بتاعها بيكون ات ذا سيم ليفل. يعني بص لما تحطها على الترابيزه زي ما انا حطاها كده، هتلاقي ان التو اندز بتوعها، بصوا كده التو اندز بتوعها تمام at the same level، الاتنين touch the table، شايفين كده. طبعا ده على عكس التيبيكال vertebra اللي كنا نتكلم عنها دلوقتي. بص كده التيبيكال، شايفين التيبيكال التو اندز not touch the table، شايفين. لكن هنا عندنا second rib التو اندز touch the table. تمام، ده اللي بيميزها. في حين احنا عندنا زي ما قلنا في الفيرست تريب هتلاقي ان هو ران اوبليكلي اند داون وورد، لكن هنا هتشوف ان التو اندز تقريبا ات ذا سيم ليفل، عشان كده تو بوث اوف ذم تاتش ذا تيبل. اوكي، وبنلاقي ان هي ليها هيد ونيك اند تيوبريكل. نيجي للتنس ريب. زي ما احنا شايفين كده التنس ريب يا دكاتره، بصوا كده التنس ريب فيه شيء مميز. مبدئيا هو التنس ريب برضو نفس البارتس، ليه هيد وليه نيك وليه تيوبركل اهي، هعلمها لكم دلوقتي. تمام، وليه شافت. طب ايه المميز بتاعه؟ بنلاقي ان الهيد بتاعته سنجل فاسيت، وان فاسيت. ممكن لو تفتكروا ده نفس الكلام اللي انا قلته في الثوراسيك فيرتبرا، هتلاقي ان البودي هاز سنجل فاسيت، ونفس الكلام هنا ان التنس راب برضو فيها سنجل فاسيت، هوريها لكم. تمام، بص شايفين هنا كده، كده واضح هنا عندنا هنا تيوبركل. تمام، يبقى اذا لما انا الاقي ان الفيرتبرا اللي قدامي، سوري الراب اللي قدامي الهاد فيها جاست سنجل فاسيت، تمام، والاقي ان هي هاز هيد ونيك اند تيوبركل، اذا دي التنس راب. طيب انا ليه مؤكدة على الكلام ده؟ لان بنلاقي عندنا الفلوتنج راب، بص هنا كده، ده اللي جنبه ده كده، ده floating wrap. ايه الفرق؟ بص كده انا هحطهم جنب بعض عشان نقارن. شوف كده floating wrap، برضو هنلاقي ان floating wrap هتلاقيها فيها single facet نفس الكلام، لكن لو احنا بصينا على floating wrap ما فيهاش neck وما فيهاش tubercle، ما حدش يقول ان دي tubercle. بص ده بس جزء عريض من البون نفسها، لكن تعال هنا، هل في تيوبركل او حاجه راوندد انا معلماها؟ او اهو بصوا مفيش حاجه راوندد اصلا. نيجي للجزء التالت من سيكشن النهارده، هنتكلم عن الاسترنم. زي ما احنا شايفين العظمه اللي قدامنا دي اسمها استرنم. الاسترنم يا دكاتره هنلاقي انها بتتكون من 3 بارتس. فيرست بارت هو الجزء ده كده لحد اللاين ده، بعد كده سكند بارت اللي هو بدايه من اللاين ده لحد الجزء ده لحد هنا،
والثيرد بارت هو الجزء ده. الفيرست بارت ده بنسميه مانوبريم، يبقى ده الفيرست بارت لحد اللاين ده بسميه مانوبريم. السكند بارت ده بسميه بودي. الثيرد بارت هو الجزء الاخير ده بنسميه زيفويد. يبقى انا عندي مانوبريم، بودي، اند زيفويد. طيب هنلاحظ ان احنا عندنا كده ان مانوبريم كونكتد بالبودي at this line. اللاين ده يا دكاترة ده joint، يبقى اللاين ده هنا ده مهم قوي، ده joint بنسميه manubrium، لأن manubrium ماسكة في الاسترنم فبنسميه بسيطة جدا manubrium sternal joint. يبقى at this line ده joint اسمه manubrium sternal joint. ليه أسامي تانية؟ أيوة بنسميه sternal angle أو بنسميه angle of Lewis. يبقى مهم قوي الاسترنال انجل يا دكاتره او المانوبريو استرنال جوينت، لان الجوينت ده ليه اهميه ناخدها في سكشن ميديا ستاينم. فبيحصل عنده تغيير في ليفلز مختلفه، يعني بيحصل عنده مثلا تراكيال بايفوركيشن. تمام، وهنكمل الكلام ده عن موضوع الانجل اوف لويس او اهميتها، نتكلم عنها في الميديا ستاينم ان شاء الله في سكشن ميديا ستاينم. طيب يهمني ان احنا نعرف ان الانجل اوف لويس دي بتقابل ايه من الفيرتبرا، يعني على نفس الليفل بتاع مين. at the level of intervertebral disc اللي between thoracic T4 and T5، thoracic 4 and thoracic 5. يبقى الاسترنال انجل at the level of intervertebral disc of T4 and T5 between T4 and T5. اوكي، وبعض التكست بوك بتقول انها at the lower border of the T4. اوكي، نوع الجوينت ده ايه؟ secondary cartilaginous. يبقى اول جوينت عندنا اللي هو المانوبريو سترنال جوينت نوعه secondary cartilaginous، وانا ليه other names زي مين؟ زي الاسترنال انجل او الانجل اوف لويس. وعرفنا ان الليفل بتاعه في نفس الليفل بتاع الانترفيرتبرال ديسك between T4 and T5. بعض التكست بوك التانية بتقول at the level of lower border of T4. طيب نيجي للجزء التاني عندنا، ده هنا البادي. البادي هنلاقي ان هو كونكتد مع مع الزيفويد تحت. طيب الجوينت ده هنا، اللاين ده هنا كده زي ما بشاور هنا كده، ده برضو another joint. الجوينت هنا هنسميه ايه؟ لانه هنا الجوينت ده بيربط ما بين الزيفويد والبادي فبنسميه زيفي سترنال جوينت، ونوعه ايه؟ secondary cartilaginous. يبقى أنا عندي two joints، والtwo joints الطيب بتاعهم secondary cartilaginous. أول واحد اسمه manubrio sternal أو sternal angle، second التاني واحد بنسميه zif sternal وده برضو secondary cartilaginous. طيب هنبدأ بالfirst part عندنا هنا المانوبريا. المانوبريا من دكاترة زي ما احنا شايفين كده هنلاقي إن هي has four borders. أول حاجة عندنا ده superior border، وعندنا inferior border اللي هو at the sternal angle، وعندنا two lateral borders. هل مهمين؟ اه مهمين، لان كل border فيهم بيكون عليه بعض الفيتشرز هنتكلم عنها. تمام، هنبقى عندنا هنا في superior border. في superior border ده كتره بيبقى فيه نوتش بسيطه بنسميها jugular notch، ودي بتكون في السنتر بالظبط في النص زي ما انا مشاوره بالظبط كده. هي مش باينه قوي هنا على الموديل، بس هي في المفروض في زي نوتش بسيطة جدا بنسميها جاجلر نوتش، ودي بتكون at the midline زي ما بشاور كده. يبقى هنا في عندنا جاجلر نوتش. بعد كده هنلاقي on both sides على ال superior border زي ما احنا شايفين كده، هنلاقي ان المانوبريم عاملة articulation مع الكلافيكل، يعني دلوقتي الكلافيكل articulate مع المانوبريم. طيب الarticulation ده بيعمل لي هنا joint بنسميه ايه؟ بنسميه sternoclavicular joint. يبقى مهم اسمه sterno clavicular joint. الtype of joint هيكون synovial saddle joint. يبقى الtype هنا sterno clavicular، type synovial saddle. اوكي، طيب نبدأ نيجي هنا على lateral borders on both sides هنلاقي ايه؟ بص كده انا عندي ده الفيرست كوستال cartilage، زي ما احنا عارفين ان الرب بيكون بوني posterior وما بيجي anterior بيكمل على انه costal cartilage. وطبعا number of costal cartilage هو نفس number of the rib. فإذا أنا عندي هنا ده الفيرست كوستال كارتلج، هنلاقي إن الفيرست كوستال كارتلج ده دكاترة عاملة articulation مع المانوبريم. بص كده على lateral border، فيرست كوستال كارتلج articulate مع المانوبريم،
وبتعمل لي جوينت اسمه كوستو سترنال جوينت. طبيعي ده هنا كوستال وهنا سترنال، فهنسميه كوستو سترنال جوينت. نوع الجوينت ده دكاتره هو برايمري كارتليجنس. اوكي طيب، هنلاقي ان نيجي على اللور بوردر بقى، احنا قلنا ان في جوينت وقلنا ان هو الاسترنال انجل. يهمني بس في حته مهمه جدا، اذا استرنال انجل هنلاقي ان في بارت من سكند كوستال كارتليج كوميونيكيت مع الاسترنال انجل او اللور بوردر اوف ذا مانوبريوم. فزي ما احنا شايفين هنا الناحيه دي كويسه قوي، بص في جزء كده ماسك على الانجل نفسها او على اللور بوردر، وجزء تاني بيكمل على البازي. تمام، يعني لو انا قلت المانوبريوم كم كوستال كارتليج كونكتد بيها، هنلاقي عندنا الفيرست كوستال كارتليج وهنا بيعمل كوستو كلافيكولار جوينت، وهنلاقي ان السكند كوستال كارتليج بس الابر بورت منه زي ما احنا شايفين كده. نيجي للجزء التاني عندنا هنا وهو البادي، هنلاقي ان البادي has four borders. عندي واحد superior اللي هو at the sternal angle، واحد inferior عند the deep sternal joint، و two lateral borders. طيب lateral borders عندنا هنا مهمين جدا، لان في الرابس او الكوستال cartilage of the رابس عاملة connected ب articulate مع السترنم. تمام، وبيعملوا لي joint هنا، الجوينت هنا synovial. يبقى ناخد بالنا ان الفيرست ريب بس الجوينت بتاعه هو برايمري كارتليجنس، في حين من السكند ريب لحد السيفنث ريب هنلاقي ان عاملين ارتكيوليت مع الاسترنم فورمينج جوينت، بيكون نوع ساينوفيال جوينت. تمام، وناخد بالنا ان هنا الريبس الكونكتد بالبادي هو من الريب رقم 2 للريب رقم 7، وكل ريب فيهم كونكتد بتو فاسيتس. نيجي للجزء الاخير من الاسترنم، هنلاقي عندنا اللي هو الزيفويد بروسس. وزي ما احنا عارفين ان الزيفويد بروسس كونكتد مع البادي، وقلنا اللي هو زيف استرنال جوينت ونوعه سكندري كارتليجينس جوينت. هنا عندنا الاسترنال بون قدامنا، دي الاسترنال بون حقيقيه زي ما احنا شايفين كده، ده الجزء المانوبريوم. لو واضح هنا عندنا شايفين كده ده الجاجلر نوتش اللي كلمتكم عنه، وبعد كده بنلاقي هنا من جزئين هنا الارتكيليشن مع الكلافيكل اللي هو بتعمل جوينت اللي سميناه سترنو كلافيكولر جوينت. تمام، وبعد كده بنلاقي هنا ده الكوستو، شايفين الجنبين ده كده جزء النوتش دي، ده عندنا اللي هو الكوستو كلافيكولر جوينت. وقلنا خلي بالنا ده الارتكيشن مع الفيرست كوستال كارتليج، وقلنا نخلي بالنا ان هو نوع الجوينت هيكون برايمري كارتليجنس. تمام، بعد كده شايفين زي ما انا معلمه لكم هنا ده الجوينت اللي هو المانوبريو سترنال جوينت، وقلنا نوعه سكندري كارتليجنس. تمام، زي ما احنا شايفين كده، شايفين العلامات دي شايفينها كده، ده مكان الفاسيتس، مكان الفاسيتس اللي هي site of connection between the costal cartilage للربس between من رقم 2 ل7 و connected بي البادي. زي ما شايفين كده البادي، لحد ما بنوصل لاخر حاجه عندنا، شايفين ده اللاين الاصفر ده، ده زيف external joint، وبعد كده عندنا اللي هو الزيفويد بروسيس، وده last part من الاسترنم. واخدين بالنا ان هو شكله بس tapered كده. وبكده يا دكاتره نكون وصلنا لنهايه السكشن، يا رب تكونوا استفدتوا، اشوفكم على خير ان شاء الله في السكشن الجاي.